وينضم معنا للحديث عن استمرار القمع الحكومي ضد متظاهري تشرين وإصرار المتظاهرين على المضي في تظاهراتهم داخل الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ حسين. يعني استشهاد متظاهرين اثنين وعشرات الجرحى هي الحصيلة الأولية لاستخدام القوات الحكومية اليوم في بغداد وفي العراق، يعني العنف خصوصا قرب جسر الجمهورية في بغداد. ما هو تفسيركم لهذه الحصيلة رغم وجود تعهد حكومي يعني بعدم التعرض لهذه التظاهرات؟ يعني هو الحل الأمني منذ بداية التظاهرات وإلى الآن هو مستمر ولم يتبدل ولم يتغير نهج الحكومة في مواجهة المتظاهرين، فالحل الأمني هو المعتمد لدى الحكومة العراقية. لكن هناك أدوار يختلف بعضها عن بعض، حكومة عبد المهدي عن حكومة الكاظمي. الكاظمي رغم أنه قال بأن القوات الأمنية لا تحمل الذخيرة ولا تحمل العتاد معها، إلا أنها كانت هناك الميليشيات موجودة وفاعلة، وهذه عندما تقوم الميليشيات بفعل ما ضد المتظاهرين بمعنى تتحمل حكومة مسؤولية هذا الفعل، فسواء الحكومة أو الميليشيات بالتالي هي الحكومة المسؤولة، لأن هذه الميليشيات هي الأجنحة المسلحة للقوى السياسية الحاكمة في العراق. طيب يعني المسؤولين الحكوميون يقولون أن هنالك بعض المندسين داخل هذه التظاهرات، هل هذا مسوغ لاستهداف المتظاهرين بهذا الكم من العنف؟ لا، لاحظ أنه في حكومة عبد المهدي قالوا أنه هناك الطرف الثالث. نعم. في حكومة الكاظمي هناك مندسين، قبلها في حكومة نور المالكي الخارجين عن القانون. هذه المصطلحات وهذه التصريحات لا تبرئهم من المسؤولية. كلمة المندسين، من المسؤول؟ هي الحكومة. من المسؤول عن الطرف الثالث؟ هي أيضا الحكومة، بالتالي هي حكومة وهي مسؤولة عن الأمن والاقتصاد والسياسة والاجتماع في كل البلد. هذا لا يبرر لها للاستهداف ولا يخليها من المسؤولية في استهداف المتظاهرين. طيب إذا كانت تتكلم عن وجود مندسين، يعني هي تعرف هؤلاء من، وتعرف المعلومات التي وصلتهم من أين، وتعرف كيف سيدخلون إلى هذه التظاهرات، لماذا لم تفعل الحكومة أي شيء للحؤول دون وصول هؤلاء المندسين إلى داخل التظاهرات؟ لأنه هذا تكامل الأدوار في مواجهة التظاهرات، أنه الميليشيات عندما تقوم بهذا الفعل نيابة عن الحكومة هو تكامل أدوار، فهو دور الميليشيات هو تكامل أدوار الحكومة مع الميليشيات في مواجهة التظاهرات العراقية. ولكن عليهم أن يدركوا أن هناك جيلا عراقيا رافضا لإدارة هذه الدولة وبهذه الطريقة، وبالتالي لن تثنيه للميليشيات ولا القوات المسلحة في استهدافها المباشر للمتظاهرين، مصر على التغيير ومصر على تحقيق أهدافه. الترويج لهذه الرواية، رواية المندسين، يعني إلى أي مدى تراه متسقا مع تصريحات الصدر السابقة التي حشد فيها أتباعه ضد متظاهري ثورة تشرين؟ يعني شوف، التيار الصدري موقفه سلبي من التظاهرات من 2011 وإلى الآن. في كل تظاهرات كان يركب الموجة ضد مع المتظاهرين ثم يحصد نتائجها له ولكتلته. التيار الصدري هو مشارك في الحكومة العراقية، لديه نواب، لديه وزراء، لديه موظفين خاصين، لديه استثمارات داخل الدولة، بل هو يعتبر ثاني أكبر كتلة في الدولة العراقية. لا يمكن أن يكون هو مشارك مع المتظاهرين ومشارك مع الحكومة. هذه الازدواجية ما عاد يقبل بها الشعب العراقي ولا عاد يقبل بها المتظاهرين. إضافة لذلك، المتظاهرين ليست لديهم مطالب فئوية ولا مطالب إدارية حتى يكون التيار الصدري يتصدر هذه المطالب، لديهم مطالب سياسية، وهذه المطالب السياسية لا يحق للتيار الصدري أن يتصدر هذا المشهد ما لم يكن هو خارج العملية السياسية. طيب اليوم الميادين والشوارع تكتظ بالناس، تكتظ مجددا بالمتظاهرين في الذكرى الأولى لانطلاق ثورة تشرين. إلى أي مدى أدرك الشعب العراقي أو المتظاهرون أهمية هذه الثورة ووجدها تختلف عن سابقتها؟ منذ بداية هذه التظاهرات قلنا أن هذه التظاهرات مختلفة عن سابقتها سواء في الأداء أم في المطالب. هذه التظاهرات أداءها وطني، مطالبها وطنية سياسية، ليست مطالب إدارية خدمية، لا تطالب بوظائف، لا تطالب بتنظيف شوارع وخدمات وإلى آخره، هي تطالب بتغيير سياسي على مستوى الدولة العراقية. تطالب بتغيير النهج الحكومي لإدارة الدولة العراقية، لا تقبل بالإدارة على أسس طائفية، ترفض التدخل والهيمنة الإيرانية على العراق، ترفض الفساد المستشري في الدولة العراقية. هذه مطالب المتظاهرين التي تعجز عليها الحكومة وميليشياتها وقوها السياسية في تحقيق هذه المطالب، لأنه بتحقيق هذه المطالب تلقائيا تسقط الحكومة وبرلمان. ألا ترى أستاذ حسين أن هنالك تقصيرا دوليا في دعم هذه الثورة في العراق؟ يعني نجد
أن كل الدعم ينصب إلى حكومة مصطفى الكاظمي رغم أنها فشلت كما فشلت الحكومات التي سبقتها في إحراز أي تقدم في هذا البلد. يعني عشرات الناشطين والمتظاهرين اختطفوا وقتلوا في حكومة يرأسها من كان يرأس الاستخبارات. يعني الموقف الدولي للأسف هو موقف يعني مساند الحكومة يعني ضد الشعب العراقي. اليوم ندرك أنه ممثلة الأمم المتحدة بالخارست جينين بلاسخارت نعم أي نعم موقفها مساند الحكومة، يفترض موقفها العكس، أن تكون مساندة للشعب، أن تكون مساندة لتطلعات الشعب مع المتظاهرين، في حين هي على العكس تمارس دور يعني غير مقبول، لا المتظاهرين يقبلون به ولا الشعب العراقي يقبل به، فهما جزء من المنظومة أو الجزء الساند والداعم للحكومة العراقية، على خلاف ما يشاع بأنه المجتمع الدولي هو مع الشعوب وهو مع حقوق المتظاهرين. هذا كلام يسوق فقط في الإعلام، لكن على أرض الواقع للأسف أنه المجتمع الدولي تخلى عن الشعب العراقي وتخلى عن المتظاهرين، ولكن مع هذا أنه المتظاهرين سيبقون. هذا لا يعني أنه يعني يتوقف المتظاهرين عن مطالبة المجتمع الدولي في التدخل، لأن العراق جزء من هذه المنظومة الدولية، فسوف يستمر بالضغط إلى أن يتغير موقف المجتمع الدولي. طيب يعني في أكثر من مرة وجدنا حشود الموالين أو عناصر ميليشيات الحشد يدخلون المنطقة الخضراء ويتظاهرون أمام السفارة الأمريكية أو يستهدفون السفارة الأمريكية. لماذا تمنع السلطات العراقية أو الميليشيات من أعطاء إذن إلى المتظاهرين للتظاهر أمام السفارة الأمريكية؟ هو هذا اللي ذكرناه، أنه هناك ازدواجية في المواقف، ازدواجية في التصرفات، تكامل الأدوار اللي ذكرناه قبل قليل، أنه عندما تتظاهر الميليشيات ويسمح لها أو القوات الأمنية تتفرج على ما تقوم به، خصوصا في بعض قنوات أحرقت، بعض مقار حزبية أيضا أحرقت، السفارة الأمريكية أيضا استهدفت، بينما القوات الأمنية كانت متفرجة وتفتح الطرق لهم. هذه هي الازدواجية التي تكلمنا عنها، هناك تكامل أدوار. الميليشيات والحكومة هم أذرع يكمل بعضهم البعض، والمتظاهرين لهم مشروعهم الآخر الذي يختلف مع هؤلاء. أمام ما يجري يعني في اليوم في العراق على أرض الواقع، ما الذي يمنع التغيير فيه؟ يعني نجد بؤس، فقر، حتى في من كانت تقول عنها الأحزاب حاضنتها الشعبية، نجد في هذه الحاضنة نفس البؤر والفقر. يعني شوف، التغيير في العراق ليس بالسهل، لأنه هذا نظام متجذر طائفي مدعوم دوليا. التغيير حصل، ولكن التغيير على شكل مراحل. المتظاهرين حققوا أهداف كثيرة، لا يكون أن نحصرها فقط في التغيير السياسي. على المستوى التغيير السياسي غير أسقطوا حكومة عبد المهدي، ولكن هناك أهداف أخرى تحققت، وهناك أهداف أخرى أيضا سوف تتحقق لاحقا. من الأهداف التي تحققت أنه أصبحت الطائفية منبوذة داخل المجتمع العراقي، أصبح من يدعي الطائفية منبوذ وغير مقبول ولا يمكن تسويقه سياسيا. أصبحت الأحزاب الطائفية التي تدير البلد أصبحت دكاكين سياسية، وحتى أقفلت هذه الدكاكين. اليوم في مناطق وسط والجنوب لا يوجد مقرات لهذه الأحزاب. هذه كلها أهداف تحققت، طيب بقت أهداف أخرى ممكن تتحقق لاحقا. في ظل هذه المعطيات، ما هو المطلوب اليوم من ثورة تشرين وثوارها كي يحققوا طموحاتهم؟ يعني أولا الثبات على الأهداف والتكتيك والتغيير في الآليات، هذا أمر لازم أن يفهمه. كيف؟ تتغير الآليات حسب المعطيات الموجودة على الأرض، لا يكون البقاء على آلية واحدة مستمرة في الأداء، ولكن الأهداف تبقى ثابتة. هذا واحد. ثانيا، على المتظاهرين أن يكون نفسهم طويل وصبرهم طويل، لأنه هذا النظام يحتاج إلى فترة طويلة للتظاهر، وقد أثبتوا ذلك. لأنه عندما يمر عام على التظاهرات وتعيد نفس نشاطه ونفس يعني بنفس الزخم، هذا يعني أن المتظاهرين لديهم صبر، لديهم مشروع، مصرين على تحقيقه. هذا الجيل العراقي اللي لاحظته الشباب، أن هناك وعي سياسي لدى هذا الجيل الناشط في المجتمع العراقي، وهذا مفخرة للشعب العراقي أن يفتخر بهذا الجيل الجديد الذي يمتلك وعيا سياسيا بدون تدريس، بدون انتماء حزبي له. طيب يعني كان السياسيين في الفترة الماضية يراهنون على قضية الوقت، يعني حدية التظاهرات خفت نتيجة أزمة كورونا، لكنهم وجدوا اليوم أن الشعب العراقي ما زال مصرا بعد مرور عام. هل ستتغير السياسة مع المتظاهرين لنجد عنف أكبر أم لا؟ أنا أعتقد العنف سيستمر،
متفاوت، احيانا تقوم به الدوره الميليشيات، احيانا الحكومه، ولكن عندما يصل الخطر الى اجتثاث هذا النظام الجميع سيواجه العنف من قبل الحكومه وميليشياتها ضد المتظاهرين. لكن انا مطمئن ان المتظاهرين سيبقون صامدين، يستطيعون ان يغيروا هذا المشهد العراقي بصمودهم، بتحقيق هذه الاهداف من خلال صبرهم، من خلال ادائهم، من خلال فهمهم السياسي للمشهد العراقي. نعم، الباحث السياسي العراقي الأستاذ حسين السبعوي كنت معنا في استوديو الرافدين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.